وفي الخرطوم أفاد مصدر خاص للحدث بأن الجيش السوداني كبد قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية بعد محاولتهم دخول المناطق القريبة من المدرعات. كما أفاد مراسل الحدث في السودان باحتدام المعارك بين الجيش والدعم السريع في محيط سلاح المدرعات، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات عنيفة وقصف مدفعي متبادل بين الطرفين في الأجزاء الجنوبية من العاصمة الخرطوم. سلاح المدرعات لدى الجيش السوداني يضم 3 كتائب، أي نحو 40 دبابة ولواءي مشاة آلي في ناقلات جند مدرعة، كما يضم مركزا للتدريب وورشا للصيانة وكتيبة من المدافع الثقيلة والمتوسطة التي تمتاز بدقة إصابتها للأهداف. كتيبة المدافع هذه يمكنها القيام بتدمير المواقع والمباني بالقصف المدفعي. هذا وما يفسر إصرار الدعم السريع على مهاجمة محيط سلاح المدرعات ومحاصرته لتقليل القدرة الهجومية للجيش في أنحاء الخرطوم. ويستخدم سلاح المدرعات حاليا كمقر بديل للقيادة العامة في حال تعرضها لأي نوع من التدمير. ورغم محاولات الدعم السريع المتكررة للسيطرة على هذا الموقع الاستراتيجي للجيش السوداني إلا أنه لم يفلح في ذلك حتى الآن. وفي نيالا جنوب دارفور غرب البلاد لليوم 9 على التوالي استمرت المعارك واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة بعدد من المواقع. وأفادت مصادر مطلعة أن المعارك جرت في محيط قيادة الجيش من الناحيتين الجنوبية والشمالية، وخلف القتال المستمر في نيالا نزوحا كبيرا وسقوطا لعدد من القتلى والجرحى، تم نقل عدد منهم إلى الولايات المجاورة للعلاج. من الخرطوم اللواء ركن دكتور محمد خليل الصائم، أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية. سعادة اللواء أهلا بك. يعني أهمية سلاح المدرعات لأن يشكل نقطة إصرار من قبل الدعم السريع ومهاجمته بهذه الطريقة يعني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أخ محمود، أولا التحية لكم والتحية لقناة الحدث، وتهنئة للقوات المسلحة بعيدها 69 وهي تقدم الشهيد تلو الشهيد. سلاح المدرعات هو سلاح استراتيجي
ومن يعتبر في التعريف في الحرب هو منطقة حيوية كسلاح الإشارة والمهندسين والمظلات والدفاع الجوي وكل الأسلحة دي، كل المناطق دي هذه مناطق حيوية وليست أراضي مهمة، ممكن استغنى في الحرب عن الأرض المهمة واستعيد لاحقا، ولكن هذه أرض حيوية. وكما ذكرتم في تقريركم أنتم ذكرتوا أنه هي قيادة بديلة، لا أعتقد أن القيادة البديلة تذكر أو يشار لها، القيادة البديلة بعد تدمير أي قيادة عامة تكون معروفة لدى هيئة القيادة أين القيادة البديلة، ولكن لا تذكر هذه القيادة ولا يفصح عنها. ولكن هم في اليومين السابقين كانت في هزائم كبيرة جدا جدا لقوات الدعم السريع في شرق النيل، في اندرمان، في قيرة، عمليات قوات خاصة تكبدوا فيها خسائر فادحة جدا جدا. أرادوا أن يجمعوا كل هذه القوات ليكون هنالك نصر بالنسبة لهم أنه احتل سلاح المدرعات، ولكن سلاح المدرعات والقائمين على أمره والقوات القائمة على أمر سلاح المدرعات كانت واعية لهذه الأشياء وأدخلت هذه القوات في كمين واستطاعت أن تدحر هذه القوات منذ الساعة 12 بتوقيت السودان ظهرا، والآن يتم مطاردة كل هذه القوات في أحياء الشجرة والحماداب واللاماب بحر أبيض والعزوزاب. يتم الآن قدمت القوات المسلحة شهداء وقدموا المدنيين شهداء، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء ومن خاصة المدنيين الذين طالبوا هذه الشهادة الآن والجرحى عاجل الشفاء للجرحى بإذن الله. طيب يعني يقول من يملك سلاح المدرعات يملك زمام المعركة، يعني طب وماذا عن بقية الأسلحة الأخرى خصوصا سلاح الجوي والطيران والمشاة؟ أخي محمود من يملك المشاة يملك المعركة. المشاة إنفانتري سلاح المدرعات سلاح مساعد هجومي، نعم يحقق الصدمة يحقق المفاجأة، الطيران يحقق الصدمة يحقق المفاجأة، كل سلاح عنده اختصاص، الإشارة تحقق المواصلات، الهندسة تحقق فتح الثغرات في المهندسين في ميادين الألقام وخلافة، ولكن هذه حرب مدن. الآن المدرعات يضعف تحريك داخل المدن، الآن تعمل في القوات المسلحة القوات الخاصة، وهذه القوات الخاصة تقوم بعمل مدرب عليه. نعم. وأنا رجل قوات خاصة يا أستاذ محمود. نعم. أنا إكس أوفيسر قوات خاصة، أنا ضابط مظلات وضابط قوات خاصة، فهذه القوات الخاصة تقوم بعملها على الوجه الأكمل دون ضوضاء، ولكن انتشار هؤلاء القوات هذه القوات في منازل المواطنين بكثافة، انتشارهم بكثافة وأنا ذكرت عبر شاشتكم هذه أن هذه الحرب من الدعم السريع موجهة تجاه المواطن سواء كانت في الخرطوم أو في الجزيرة أو في نيالة أو في الجنينة، والآن المهجرين كلهم مواطنين والاعتداء يتم على المواطنين أولا قبل القوات المسلحة. طيب ساعة اللواء احنا نستفيد بقى من خبرتك في مجال القوات الخاصة، وهنا أسألك على الطريقة أو التعامل الاستراتيجي في فكرة الآلية اللي اعتمدها الدعم السريع في أنه يدخل وسط البيوت ووسط المدنيين وبالتالي صعب الأمر على استخدام أي أسلحة طيران أو مدرعات، فبقي التعويل على العنصر الفردي والقوات الخاصة. لماذا لم يحسم الأمر بهذه يعني بشكل حاسم حتى الآن؟ أخي محمود هذه الحروب كل الحروب عندها يعني قواعد اشتباك وعندها ثقافة وعندها دخول. أولا أنت كقوات دعم سريع أنت ذكرت أنه هدفك الأساسي هو إقامة العدل والديمقراطية والشفافية والحكم الراشد في السودان. هل من قواعد الحكم الراشد والديمقراطية دخول منازل المواطنين واستخدام المواطنين برعب بشرية؟ هل دخول المراكز التجارية ونهبها وسلبها ونهب البنوك وسلب البنوك؟ هل احتجاز الفتيات والآن أنا أخي محمود عندي معلومة مؤكدة جدا فضل. احتجاز عدد من الفتيات في منطقة الجنينة في منطقة
أم القرى وجكواي، هؤلاء البنات يمارس عليهم التعذيب والعنف الجنسي، ومن كافة تم اختطافهم من كافة أنحاء السودان. هل الذي يريد أن يجيء بالديمقراطية والعدل والشفافية والحكم الراشد يحتل منازل المواطنين، ينهب وينتهك حرمات المواطنين؟ هذا ليس عدلا، وليس هل من العروبة في شيء والإسلام أن تقتل امرأة وطفل وشيخ؟ هذه قواعد الحرب، حتى الخواجات ينادوا بهذه القواعد وهي قواعد إسلامية بحتة. طب أنا أعود يا دكتور إلى النقطة اللي أشرت ليها، وهو من يملك سلاح المشاة كما أنت تقول يملك زمام المعركة. هل في نقص في المشاة أو في مشكلة في سلاح المشاة عند الجيش؟ إطلاقا ليس هنالك مشكلة في سلاح المشاة. طب لماذا لم يحسم حتى الآن المعركة؟ القوات المسلحة السودانية أعدادها كبيرة جدا جدا. القوات المسلحة السودانية أخي محمود تنتشر في كافة حدود السودان. نعم. من كسلة حمدايت وحفرت وحشنيت ودوكة وقلابات وتاية ودمازين وقيرة وكل الحدود مع كردفان وكل الحدود مع جنوب السودان وكافة الحدود الغربية. أخي محمود تخيل معي أعداد القوات التي تحرس حدود السودان. نعم. تخيل معي أنه في قوات من داخل، من صلب قوات القوات، كانت كنا نعتقد أنها من صلب القوات المسلحة، وكانت تسيطر على كافة المراكز الحيوية داخل السودان بعدد 120,000. استطاعت قوة مكونة من 3,000 فرد أن تصد هذا الهجوم المكون من 120,000 فرد. نعم. خاصة سلاح المظلات الذي صد 250,000 فرد في المظلات، صدت 2,500 من قوات الجنجوي. نعم. دمرتهم ودحرتهم. هذه عبقرية الجيش السوداني. من لا يفهم. أما الذين يروجون لأنه هنالك خسائر كثيرة، هذه إفرازات الحرب. إفرازات الحرب أخي محمود كثيرة جدا جدا. والبيخسر ممتلكات ما بيخسر شيء. وأخي محمود لو سمحت لي، يعني البيخسر ممتلكات ويخسر عربية ولا بيت ولا لا يخسر شيء، لكن يعني عجبتني كثيرا لافتة في المملكة العربية السعودية مكتوبة: أخسر ما تشاء ولكن إياك أن تخسر وطن عشت فيه بكرامة، أوطان أحضان الأمهات لا تعود أبدا. جميل. خيانة الوطن أشد فتكا من العدو. اخسر ما تشاء الا ان اي شيء الا ان تخسر الوطن. اخسر ما تشاء ولكن لا تخسر الوطن. جميل سعادة اللواء. بكرامه. طيب سعادة، كأحضان الامهات لا تعود ابدا، وخيانه الوطن اشد فتكا. ونحن يا اخي محمود مقابل هذه الحرب فيها خيانه داخليه وخيانه خارجيه وخيانه اقليميه معروفه لكل العالم. العالم قد النظر عن السودان في هذه المحنة الكبيرة، والحرب طيب. الآن موجهة ضد المواطن وليس ضد القوات المسلحة. طيب سعادة اللواء، يعني أكيد أنت بتتسائل السؤال ده في الشوارع في السودان من السودانيين، متى ينتهي هذا الكابوس؟ يعني هل في وقت زمني الجيش يستطيع أن ينهي هذه المعركة أو تنتهي بأي طريقة يعني دون؟ أخي محمود، الآن القوات المسلحة تعمل بكافة طاقتها تجاه هذا العدوان وتجاه هذه الخيانة. القوات المسلحة تعلم هي متى تنهي هذه الحرب، ولا يعلم أي شخص الحرب. ممكن أنا أعلنت بداية الحرب أو أتنبأ ببداية الحرب، ولكن كذاب من يقول لك أنه الحرب تنتهي يوم كذا أو بعد شهرين أو بعد 3 شهور. الآن الحرب الأوكرانية كانت روسيا تقدر أنها حرب خاطفة، ولكن نعم استمرت حتى الآن. الحرب دي أنا في تقديري الحرب دي سوف لن تنتهي إلا بنهاية آخر دعام، آخر شخص من هؤلاء الأوباش تنتهي هذه الحرب بنصر القوات المسلحة بإذن الله. طيب بالمقارنة ما بين المعدات، يعني تنتهي إذا نفذ العتاد يعني، وبالتالي مقارنة سريعة بين ما يملكه الجيش وما يملكه قوات الدعم السريع، وهل هناك تمويل خارجي يأتي من قوات الدعم السريع؟ يعني من تنفد مؤونته قبل الآخر هو الذي سيرفع راية الاستسلام يعني.
أخي محمود أبشرك، ذخيرة القوات المسلحة السودانية سوف نعم سعادة اللواء ذخيرة القوات المسلحة نعم تفضل سوف لن تنفذ هذه الذخيرة وسوف لن ينفذ إمداد القوات المسلحة سواء كان بالرجال أو بالذخيرة أو بالعتاد سوف لن تنفذ بإذن الله. شكرك اللواء الركن الدكتور محمد خليل الصائم أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا سعادة اللواء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.